السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الاسم ديالي درويش رمضاوي من مدينة وجدة ومحارب قديم. سي درويش، ممكن تكلمنا على البدايات ديال هذا الفن هذا؟ فاش بديت؟ في 1983، وباش عرفت بان أنا عندي هذا التاريخ هذا، كما قلت لكم في مسبقا بعد في واحد الفيديوهات سولوني على التاريخ، وقلت لهم هذا الشيء باش عرفت أنا بان بديت في 83. كنت في غينيا الاستوائيه وشديت واحد الكوادرويا هكا ودرت فيها حنش داير ودرت الطير الفوق ولتحت في الجدر ديال هذاك، درت 13 شهر 10 1983. داك الشيء باش بقيت عاقل بان بديت في 83، حسيت براسي بان كان ندير ديكورات هكا. عندي محل ديالي داير الخاوي كراج هكا وكنخدم فيه، وعندي الا بغينا نقولوا ديك الساحه اللي قدامي جات جرده داير فيها طابله وكنخدم، كنخدم شي ديكور بحال كيما شايفين معايا دوك الديكورات الكبار. كاين عندي دراري هكا صحابي وكنجيب المانيتو ونزو بالصماطي وندير البلاصه فين دايرين اللي عليها لا دومون. وبحال عود هكا فيه 3 متر وكاين واحد فيه 5 متر، ديال 5 متر شد لي شي 4 شهور، تقريبا شي 4 شهور. علاش؟ شكون ليش عني باش ندير كاع هذا الروتار هذا؟ هو على الماتريال، القوة ما عنديش، هو باش نجي أنا غير نطلع بواحد 2 متر هكا في الخدمة في شي ديكور، كيطلب لي الشافوت باش ندير انا الشافوت ونطلع وكل شيء، كنضيع بزاف ديال الوقت، تقريبا النص ديال الخدمه ديالي كتمشي لي غير في الماتريال اللي ما عنديش. ايوا بالنسبه لي انا ذاك السيد هذاك نتاع قنيطره، الا بغينا بالنسبه لي انا اولا بعد بقى فيا، علاش هو ورات لك دوك الدموع هذوك نتاع الحقره؟ راه ماشي ضربوه ولا شي حاجه بحال الا هكا، وحنا هذاك خونا ثاني عاود ما نحقروش. الا بغينا نقولوا حتى دوك المسؤولين كانوا مسؤولين على داك الشيء، حتى هما الا بغينا نقولوا ارتكبوا غلطه، هي الغلطه اللي داروا كما قالوا شي وحدين بعدا في الفيديو، حتى دوك نشكرهم، كان عليهم يديروا البلايك يدرقوه لداخل. وثانيا عاود هذوك الا بغينا نقولوا دوك المسؤولين، واخا قعدت توصل لهم هذه الهضره هذه، بالنسبه لي انايا ماشي فنان، هذوك كانوا فنانه غادي يشوفوا غير الخدمه، هذيك الخدمه هكاك وما غاديش تعجبهم وما غاديش يقدموه للشارع. هذه خصنا، وهذاك ثاني عاود ما خصوش ينهزم، صافي غيوقع له داك الشيء صافي، راه حتى هو شت عنده شي ديكورات خصو غير واحد شي يدير لافينيسيو وداك الشيء ويكون مزيان، غير اشنو هو ما خصش يكبر. وكاين الانترنت، يبحث في الانترنت هكا ويشوف ديكورات، يشوف كاع ديكور حي، المثل بغى يخدم اسد ولا شي حاجه يدير فيديو عليه ويبقى يشوف هذه، ولا يشوف شي منحوته هكا، منحوته بعدا من قبل ويدير عليها، ما كتا مشكل هكا خص يدير، وما يخرجش برا حتى يحس براسو بان راه غادي يوصل. هذيك الخدمه بعد اللي دار هو الله يعطيه الصحه، مهما دار مجهود ديالو ودار وما خلاوش يكمل، راه الا كمل لو كان خلاه يكمل غادي يوصل واحد 60% غادي يخدم، ولكن ما غاديش. انا بالنسبه لي من حسن يهرسوها، علاش؟ لقاش انا اللي ما عجبتليش تما كاع بزاف ماشي صحيحه، فيها الميتراج بزاف، والاخص اللي خدمها بالقبص، اللي خدمها بالقبص راها من حسن تهرس، لقاش القبص راه ما يقدرش للشتاء وما يقدرش للشمس، هذا هو
وهو انا الا بغينا نقولوا حتى هو خص يقاوم، الا بغى يوصل خص يقاوم. هو انا كما قلت لكم خمس شهور وانا نخدم، درت عود جاو طيحوا لي في 10 ديال الدقائق، وكاين الناس اللي جاو عزاوني، تخيل كيبقاو يعزيوني في ذاك العود هذا. وجا عندي واحد عنده فيرما قال لي والله لا كنت ناوي نعطيك عود حي، ولكن انا ما بقاوش، انا بقيت عاد الحمد لله مرتاح ملي بقاو يجيو عندي ويقولوا لي هكا، حسيت بان كنت داير بياسه زينه وطاحت، ووليت شجعت وخدمت. حتى هو واخا طيحوا له هكاك راه يزيد يستمر ويبقى هذاك غير بحال شي بحال شي منامه، بحال شي منامه. نشكرهم موقع الدار، نشكرهم بزاف على هذه المجهودات اللي داروا معايا، حتى هما داروا لي هذا الفيديو، وتكلمت على على المنحوتات ديالي وتكلمت على بعض المشاكل، نشكرهم بزاف. المسؤولين نقول لهم باش يحاولوا يعاونوا هذه الفنانه، راه واخا عندنا النحاته قلال، النحاته قلال راه ما كاينش، خص يراعي هذا. وانا الحمد لله انا غير في فيديوهات ديالي اللي شفتهم في هذاك انستغرام والفيسبوك، كنلونسي انا فيديو ديالي هكا بالحديد، ها كيفاش ديرها كيفاش، اش انا ما فيهاش ذاك الحسد. واللي كيكون فنان كيكون الاولى حنين ويشفق وما يحسدش، وخصي يطلق ذاك الا بغينا نقولوا ذاك الفن ديالو، ماشي بحال شي بعدين يبقى غير مدرك ويخدم خصه يوريك باش ما تنافسوش. انا لا، انا عندي العكس، كما كنقول هذا السيد هذا راه لو كان شي واحد اخر عاد يزيديه الرسول لا ما فيدوش، لا فيدو مهما وصل وصل حتى الاخر ودار ذاك الشيء، راه كاين شي واحد اللي تعطيه ما شحال تعطيه ما قدرش يوقف هذوك الحوتات، نسبه هو اللي دار الحوتات ما قدرش يوقفهم، راه مهما وقفهم هكاك وكناوي ودار الاخر ودار ستالاسيو وغادي الشعر، المهم كان غادي يخلق واحد الديكور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.